بيقول فحدث لي وأنا زاهم ومتقرب إلى دمشق أنه نحو نصف النهار، يعني الشمس كانت طالعة، أنه نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم. التركيب اليوناني ده هو قال التركيب ده ثلاث مرات، بس لما قال هنا في الإصحاح قاله بطريقة غريبة شوية. بيقول هترجمها ترجمة حرفية، بيقول أبرق حولي نور عظيم. لو شفتوها باليوناني هتلاقوها أبرق حولي نور حولي. كرر كلمة حوله مرتين في الآية دي، يعني بيقول بيري أسترابسي، بيري يعني حول، أسترابسي جاي من أسترابس يعني البرق، البرق السماء، برق أبرق حولي، فوز هيكانوس بيري إني حولي. فكرر الحرف بيري مرتين، يعني عايز يقول النور اللي ظهر مش ظهر قدامي، انا مش شفتوش بعناية قدامي، لا ده حولي. ورجع قال تاني حولي، يعني خدوا بالكم انا اقصد الكلمة دي، يعني انا كنت مغمور في وسط النور، انا بقيت موجود كده وفي نور حواليا من كل مكان. الرؤية ده هي المنظر ده هو تأثر في حياة بولس الرسول وفي تعليمه على مدى الرسائل بتاعته كلها. ايه مفهوم ان هو بقى نقطة في وسط نور غامر بيحيطه من كل ناحية. كلنا عارفين قصة بولس الرسول، امتدت بالايمان بتاعه ان هو اول معرفته بالمسيحية كان ساعة صلب، ساعة رجم استفانوس، وكان راضيا بقتله وحضر المشكلة بتاعته، وبعد كده خد جوابات من الكهنة وراح عشان يضطهد بقية المسيحيين، وعلى الطريق ظهرت له الرؤية دي. الرؤية بيقول فيها ايه؟ بعد ما سقط على الارض في وسط النور الشديد ده هوت، لقيت صوتا قائلا لي شاول شاول لماذا تضطهدني؟ انا ما اضطهدكش، انا بضطهد المسيحيين اللي تبع الطريق، مش بضطهدك انت. هنا ابتدى بولس الرسول ياخد درس من اول لحظة، ان الناس اللي بضطهدهم دول الاضطهاد وقع عليه هو، يبقى في حاجة غريبة في الموضوع. فواضح ان هو موجود فيهم او هم موجودين فيه، فلما بضطهدهم كأني بضطهده هو، يبقى في وحدة حاصلة بين الناس دول وبين الشخص اللي بيكلمني. مجرد ان اضطهد هؤلاء الناس يبقى انا بضطهده هو. ابتدى يفهم مفهوم يعني ايه في المسيح. دي ما خدهاش من حد، ده خدها من الرؤية. نور بيحيطه من كل ناحية وصوت بيقول له انت بتضطهدني. بعد كده لما عرف ان الناس دول بيتناولوا من جسد الرب ودمه، اذا فهم ان المسيح فيهم، فهم بقوا اعضاؤه من لحمه ومن عظامه، فأي اضطهاد واقع عليهم واقع عليه هو. فده كان أول درس لاهوتي جبار ياخده القديس بولس من الرب نفسه. من هذه اللحظة بدأ بولس يستوعب حقيقة المسيح وحقيقة وجودنا فيه، وزاده الروح فهما وإعلانا ودراية لهذا السر، حتى صار هذا السر يمتلك كل كيانه ويملأ فكره وقلبه ويهيمن على كل كتاباته على مدى رسائله كلها. نحن في المسيح والمسيح فينا.